Thank you for your time. How would you describe the Kirkuk situation? As you know, day after day, ISIS became active around the Kirkuk. How important is it Peshmerga return to Kirkuk? Thank you. كركوك لا تختلف عن باقي المدن العراقية التي عانت كثيرا من تدخلات سياسية، وأيضا عانت من خطر الإرهاب. داعش احتل مناطق كثيرة في كركوك، وبتعاون القوات الاتحادية وأيضا قوات البيشمركة في كركوك والقوات الأمنية من إقليم كردستان عملوا سويا وتوحدوا سويا لطرد هذا التنظيم. هذا التنسيق يجب أن يستمر، وأن تكون هنالك قوة أمنية من أبناء هذه المحافظة، من مكونات هذه المحافظة، تعمل في داخل المحافظة لفرض الأمن على المحافظة من كل مكونات أبناء كركوك اللي هم الكرد والعرب والتركمان والمسيح وباقي الأقليات. تشكل قوة من أبنائهم أن لا يستأثر طرف على طرف آخر، وأن تكون هنالك تنسيق ما بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة بأن تكون جاهزة لأي طارئ، بتنسيق مشترك ما بيناتهم لإسناد القوات المحلية في داخل كركوك لدفع أي خطر. الاتفاق السياسي مهم. هذا الأمر يعني مو صعب على القوى السياسية أن تتفق على طبيعة الإدارة في كركوك، على طبيعة إدارة الملف الأمني في كركوك. العربي مرحب به في كركوك، والكردي مرحب به للعمل في كركوك، وكل المكونات. لا نستأثر طرف على طرف آخر، وأن نصل إلى كلمة سواء فيما بيننا. كل مواطنين كركوك، وأنا سامعها من ممثلين كركوك وأيضا من الأخ ريبوار اللي معانا بالوفد، أن مواطنون كركوك يبحثون عن استقرار مدينتهم ولا يرغبون بتدخلات من جهات من خارج هذه المدينة، سواء كانت في إقليم كردستان أو كانت في بغداد. وأطلق مثل، أنا أؤيد هذا المثل، أهل مكة أدرى بشعابها، ويجب أن يكونون هم قادرين على إدارة زمام هذه المدينة.